ووفق جدول حفظ صوت البقرة اليوم مفروض نختم إلى 259، يعني الآن اقتربنا أيضا من ختم سورة البقرة. هنيئا وهنئ كل من ختم سورة البقرة. في ناس سبقونا، سبقوا الجدول وما شاء الله بالعشرات ختموا سورة البقرة. الله أكبر. الحمد لله. هذا الرسائل مجرد نماذج، ولا جاتنا رسائل كثيرة. ترى الفضل ليس لي، الفضل لله تعالى وحده. اللي أمس كانوا يقولون نحفظ البقرة في شهر في رمضان، معقولة؟ مستحيل مستحيل. اليوم قاعدين يضحكون مستانسين. الحمد لله ختموا البقرة. أنا من قلبي أهنئكم على هذا الإنجاز، وهذه أجمل ذكريات لك ولك في رمضان، ختمتم سورة البقرة. واللي تأخر أو تعثر لا تستسلم، حتى لو حفظت نصف جزء واصل الحفظ بعد رمضان. ترى هذه كلام الله خير وبركة.